تميدو انا قصدك في خدمه. اتفضل. الله يكرمك. انا طالع الساحل الويك اند الجاي وكنت قصدك بقى ان احنا نعمل فورمه حلوه كده، فورمه طيبه ان شاء الله الاسبوع الجاي الويك اند ده اللي جاي على طول اللي جاي ان كمان ان شاء الله ان شاء الله. عايز ترزي كده حضرتك مش عايز مدرس؟ ليه يا كابتن ميدو ليه يا كابتن؟ اسبوع اعمل لك فورمه في اسبوع ازاي يعني؟ اسبوع ان شاء الله نلحق. اصلا انا رايح الساحل الطيب ما فيهمش حاجه هناك. ايه الساحل الطيب ده؟ ناس طيبين كده عاملين حته بيصيفوا فيها ومرحرحين من بعدين مرحرحين. افرد دراعك يا بني ادم. كابتن ميدو معلش معلش انا اسف معلش. يعني بنبقى مرحرحين كلنا ولابسين لبس واسع وكده، يعني مش محتاجين مجهود احنا ما بنعملش. انا ما عنديش حاجه اسمها طيب. لا كابتن، فورمه الطيب دي ما عنديش حاجه اسمها طيب وشرير. انا عندي عايز وحش. هي واو 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 دي يا كابتن ميدو. انا مش رايح ناحيه الوحوش، انا قاعد هنا. برضو معايا هنا لازم تبقى وحش وبعد كده طيب براحتك. سيب المصاصه دي. قلت لك يا كابتن ما انا بتمرن يا كابتن الوقت. لا هتعمل حاجه مش ودي. هنقعدوا 30 سنه دي عشان نعمل بيها فورمه المصاصتين. انا ما عنديش وقت، بقول لك مسافر الولاد بيحضروا الشنط. انا مش انا برضو اسبوع صعب قوي. انت كده عايش شيخ، خلي بالك انت عايش شيخ كده. ليه يا كابتن؟ انا ابعتك لشيخ في كفر الشيخ. يا كابتن ما انا مش محتاج مجهود، انا عايز وان باك. عارفها وان باك؟ وان باك حلوه كده، واروح هناك ونقعد بنطلب فطير بالليل بيبقى بالسكر والكريمه، بنحلي بنعمل مجال. فهمتك. مش انا مش محتاجين حاجه. الموضوع لا بسيط، بس عشان الماء يخش مش حاجه. دوت فان زغط البطه كابتن بوي.